اقول لك انا غنيه وبحب الهديه تي يقولون يعني سبحان الله تهادوا تحبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفض اي هديه. في الهديه فيها انك انت فكرت في الشخص. نعم. سويت له حساب. ويا سلام لو الهديه تكون شيء تناسبك وتناسب شخصيتك. نعم. وانا اعرف انت بين. فالهديه هي الوصل ما بين الناس. شوفي احنا في رمضان نتعازم. هاي ترى هديه. انت طرشين صحن للجار هاي هديه. نعم. انت تذكرتي باكلتك، تذكرتي بخيرك. الانسان لم يولد عشان يعطي الخير ويتم الخير عنده. الانسان مثل ما قلنا مولود عشان يعطي الخير. نقول العيديه، العيديه اختي حلوه والله، يعني حتى سبحان الله اللي فيها تراث صح وفيها موروث وفيها شيء عربي اصيل جاي من دين واديان سماويه اللي هي العطاء بالفعل.